صلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هدفي أن تتغير صلاتك تماما، فأنت بعد الحلقات هذه سوف تصلي بشكل مختلف تماما عما كنت عليه قبل البرنامج، بل التغير سيبدأ قريبا إن شاء الله إن لم يكن قد بدأ فعلا. يعني ستبدأ بملاحظة الفرق بعد قليل. هدفي الثاني أن نغمر قلبك بسعادة ما مرت عليك من قبل، وأن نسكب على فؤادك سكينة تطفئ كل ألم مر عليك في هذه الحياة بالصلاة طبعا، وأن تذوق اللذة التي ذاقها إخوان لك تخرجوا مثل هذه الحلقات. الأمر الثالث والهدف الثالث أن تكون، هذا هدفي، أن تكون في الفردوس الأعلى بإذن الله، لأن الله لما ذكر صفات المؤمنين من أهل الفردوس الأعلى قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما هي أول صفاتهم؟ أول صفة ذكرها الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد يتساءل متساءل، لماذا تهجم الأفكار علي فور دخولي للصلاة ولا تكون قبل ذلك؟ الجواب لأنك غني. نعم، أنت لست ملك، ولو كنت ملكا لما هجمت عليك، ولكنك غني. هناك مثال لبيت يريد أن يسرقه السارق، بيوت ثلاثة، بيت الملك وبيت الغني وبيت الفقير. يقول ابن القيم إن السارق إذا أراد أن يسرق فإنه لا يسرق من بيت الملك ولا يسرق من بيت الفقير، وإنما يسرق من بيت الغني. قال فإن بيت الملك فيه من الحرس والجند ما يمنع السارق من توجه إليه، وأما بيت الفقير فبيت الفقير لا شيء فيه، فماذا عساه أن يسرق؟ لا يسرق شيئا، فيتوجه الغني لديه مال وليس عنده حرس. وكذلك أنت لم تبلغ القمة بحيث ما يستطيع أن يدخل عليك الشيطان، ولست فقيرا. سئل ابن عباس عن اليهود لماذا لا يوسوسون في صلاتهم، قال ما يصنع الشيطان بالبيت الخرب، بيت لا شيء فيه، ماذا عسى الشيطان يصنع؟ دعهم يوسوسوا. إنما ما يعينك على الخشوع علمك أن صلاتك بلا خشوع تعب بلا حسنات. قد يقول قائل يعني كيف تكون بلا حسنات؟ أقول لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الرجل يصلي الصلاة ولا يكتب منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. سبحان الله، على أي أساس تقسم؟ بحسب الخشوع، كلما خشعت أكثر كلما حصلت على أجر أكثر. إن خشعت 3 ركعات أخذت 3 ركعات، وإن خشعت 2 ركعتين أخذت 2 ركعتين، وإن خشعت 1 ركعة أخذت 1 ركعة. إن لم تخشع شيئا يخشى أن لا يكتب لك أجر. يعني كيف؟ الصلاة باطلة؟ لا، ليست باطلة، صحيحة، ولكن مسألة الحسنات مسألة أخرى. أسقطت الفرض لكن الأجر هذا أمر آخر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. فقد يقول قال طيب يعني إذا كان الأمر كذلك أترك الصلاة. نقول لماذا تترك الصلاة؟ أترك الصلاة حام. يعني إنسان إذا خير بين ترك الخير وترك الشر يترك الخير؟ يا أخي يترك الشر. مثل هذا رجل يمشي على أرض حارة فانقطعت نعل رجله اليمنى، فأصبح يمشي تحترق رجله اليمنى ولا تحترق الثانية، فقال في نفسه يعني واحدة تحترق والثانية لا تحترق، أحرق الاثنين أحسن، فنزعها وأصبح يمشي حافيا. طيب البس نعل جديدة مكان مقطوعة، لا، يترك الخير بدل أن يترك الشر.
هذا مثل يكون صالح ثم ينتكس ويقع في المعصية. مالك؟ يقول يا أخي أتوب وأذنب، أتوب وأذنب، يعني خلاص ما أستطيع، يترك التوبة. طيب اترك الذنب؟ لا، يترك التوبة، يترك الخير، كأنه يقول لابد أن أسرح أو ما أصلي. أخي الكريم، لو أنني قارنت لك بين اثنين، بين رجل يخشع في صلاته 90% وآخر لا يخشع إلا 10%، ولكن الذي يخشى 10% عاش عمرا مديدا يصل إلى 75 سنة، المحصلة النهائية ماذا سوف يحدث؟ تابع معي هذا العرض. لدينا هنا عمر، وانظر إلى ألف عاش 75 سنة، باء عاش فقط 21 سنة. احسب معي، هذا يخشع 10% وهذا يخشع 90. الأزرق يخشع 90% والأحمر يخشع فقط 10% من صلاته. المحصلة النهائية هذا صلى أكثر من هذا، سبحان الله. ما الذي حدث؟ يأتي هذا وقد خشع فقط 10% وعاش 75 سنة. طيب ألغي 15 سنة، يبقى له من عمره 60 عاما. 60 عاما ما خشعت إلا 10%، يأتي يوم القيامة فإذا هو قد صلى 6 سنوات فقط. صليت 60، ما صليت عندنا إلا 6 فقط. لماذا؟ هذا خشوعك. وصاحبنا يخشع 90% فيأتي وقد خشع أكثر. هذا لا أحب أن ينصدم فيه الإنسان يوم القيامة. قال تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اسمح لي أن نفتح المفتاح السحري للخشوع بعد هذا الفاصل. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر باسم الله وأتلذذ. أهلا بكم إخواني، لنا حلقات ونحن ننتظر المفتاح السحري للخشوع الذي غير صلاة الكثيرين. كثير من الناس تغيرت صلاتهم لما استعمل هذا المفتاح، وهذا المفتاح لن تجده شاقا ولا صعبا، ولكن إن عرفته تلذذت به. أريد أن أفتح لك وأكشف لك المفتاح السحري. وفي الحقيقة قبل أن أفتحه أريد أن أسأل سؤالا، ما هي أكثر اللحظات وأكثر الأيام التي نخشع فيها على مدار العام؟ أكثر شهر نخشع فيه على مدار العام أي شهر؟ رمضان، صح؟ طيب، وفي رمضان أين نخشع أكثر؟ تقول لي غالبا في صلاة القيام. وفي صلاة القيام والتراويح ما هي أكثر اللحظات تبكي الناس؟ ألا تجد أن لحظة الدعاء عندما يدعو الإمام فإن الناس يبكون؟ انتبه إليه، فقط مع دخول الإمام في الاستعادة من النار وسؤال الجنة وغيره يبدأ الناس البكاء. لماذا؟ هم فعلا طبقوا المفتاح السحري هنا. كيف؟ عندما كان في هذه اللحظة أحس أنه يخاطب أحدا وأنه يكلم أحدا وينتظر منه، هذه تحرك القلب وتوجب الانتباه وحضور القلب الذي يوجب الخشوع واللذة. أتري ما هو المفتاح السحري؟ ببساطة، المفتاح السحري 3 كلمات، احفظها، كلمه، خاطبه، تحدث إليه. كلم ربك، خاطب ربك في الصلاة، تحدث إليه.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. يقول شيخ العثيمين رحمة الله عليه: يناجيه يعني يخاطبه. وذلك أن الإنسان إذا دخل في الصلاة، يقول شيخ، فقد دخل على الله عز وجل ووقف بين يديه، فليستشعر أنه يخاطب الله بكامل صفاته. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك حال كثير من الناس أنهم لا يستشعرون في الصلاة صلة، وكأن الحديث من طرف واحد. هذا خطأ. إذا استشعرت وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، أنا الحمد لك يا رب لأنك أنت الذي أنعمت علي وأنت أهل الكمال، وإذا استشعرت وأنت تقول إياك نعبد، أن العبادة لك وحدك، إياك نعبد وخاطبك، إياك نعبد وإياك نستعين، اجعل الصلاة كلها مناجاة، ستستمتع بالصلاة وتصبح كلها جميعها مثل دعاء القنوت. كان أحد السلف إذا صلى قيام الليل وقف بين يدي الله، أخذ يهز لحيته ويقول: يا ربي عبدك هذا في الجنة أم في النار، عبدك هذا في الجنة أم في النار. انكسر بين يديه، خاطبه بالصلاة. عندما تقول ربنا لك الحمد، لك الحمد، تخاطبه تقول لك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، فأنت تكلمه. فالناس إذا دعت تحس أن تطلب من الله: اللهم اعتقنا من النار، ويبكون. أحسوا بطرف آخر أخذ يبكو، خاطبه، قل في السجود: قل يا ربي لا تتركني، ربي ليس لي سواك، حتى لو أغلقت بابك دوني فسأظل لك واقفا، لأني أحسن الظن بك أنك ستفتح لي وسترضى عني وتقبلني، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. بل تقول أحسن من هذا وأفضل من هذا، وهو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: لا إله إلا أنت، إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعجب إلى العبد إذا قال هذه الكلمات، فيقول سبحانه في الحديث القدسي: عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب. إي والله يا ربي، إي والله يا ربي، عرفنا أنك ربنا وليس لنا غيرك، من لنا سواك، آمنا بكتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنه إن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. إخواني، خاطبوا ربكم في الصلاة فإنه يخاطبكم. يقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. بالركوع عندما تسبح اعرف أنك تسبح ربك، تقول: سبحان ربي، ربي العظيم. إذا أخذت الصلاة كلها مناجاة بهذه الطريقة فسوف ترى في الصلاة عجبا. تقول إحدى الأخوات: المفتاح السحري هذا، المفتاح السحري فعل في الأعاجيب، فعل بي الأعاجيب، تغيرت صلاتها تماما. كيف؟ تغيرت مشاعرها. فإذا تغيرت مشاعرك فأصبحت تخاطب، سوف تنتظر نتيجة. والله كريم، إذا خاطبته سوف يعطيك. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. يستجيب الله لك ويعطيك. بل سبحان الله، تجد الصلاة كثير منها مخاطبة لله عز وجل. انظر في بدايتها: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، جدك أنت، عظمتك أنت، ولا إله غيرك. تدعوه أول ما تبدأ بالصلاة: الله أكبر، أنت الأكبر، أنت أكبر من كل شيء. هكذا تقع في قلبك الله أكبر بهذه الصورة. ثم ماذا تقول؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي. تدعو. عندما تقترب من الختام ماذا تقول؟ التحيات لله، أحييك يا ربي، والصلوات والطيبات، وهكذا. فأنت طوال الصلاة تعيش مناجاة كاملة، ما أحلاها المناجاة. أما إذا كان الإنسان يقول رتما معينا وألفاظا معينة ثم يسردها سردا ويسرح وينطلق ولا يحس أن يخاطب أحد، الآن لو حدث أن الإنسان اتصل بك وترك لك رسالة، عندما يتركها هل يحس هو بنفس المشاعر لو أنه أسمعك إياها مباشرة؟ لا. أرجوك طبق المفتاح السحري واستمتع بهذه الصلاة. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر.
أكبر باسم الله وأتلذذ بالصلاة.